يقول لك هل سيستمر له أي صلاح مع نادي الكهرباء وفقا للعقد اللي بيناتكم؟ يعني هو العقد ينتهي نهاية الموسم. نهاية الموسم. نعم. هو أكيد راح يستمر نهاية الموسم. بس يعني إحنا نأمل إنه نجدد ويا العقد. نجدد الموسم الجاي. فتحتوا بالموضوع؟ يعني هو رجال ما عنده مانع يقول أنا بيئة ارتحت لها وعملت لي بيئة صالحة و. ما أحسك جاي تحكيها بثقة. لا لا هو اللي قاله. هاي هذا جوابك راح يروح للأندية الطامحة. أنت مو راح ما باقي لو يطلع. هيك أقول أنا. هذا السؤال تسأله له. أنت ما سأله. إحنا قلنا له نتمنى إنه تبقى ويانا الموسم الجاي والرجل رحب بالفكرة وقال أنا هاي البيئة اللي قاعد أشتغل بيها بيئة مثالية وأتمنى إنه أبقى. بس كعقد أنت من توقع عقد يلا تعرف إنه الموضوع صحيح ولا؟ أي بس الآن وهذا الطبيعي اختلف نوعية العقد المبلغ المالي. نعم نعم. يضحك الحجي صحيح لو أنا غلطان. طبعاً. يعني أصبح اسم مطلوب اسم مهم في عالم التدريب في خارطة الكرة العراقية يعني مطمح لكثير من الأندية طبعا كثير من المدربين طلعوا من نادي الكهرباء كثير من المدربين واي ونجحوا قادة فرقهم مثل أحمد صلاح الموسم اللي قبل لؤي ما طلع من نادي الكهرباء هم مدرب شاب ورائع محترم. هذه سياستكم الاعتماد على المدربين الشباب؟ لا الاعتماد على المدربين اللي عندهم فكر بغض النظر عن العمر. اي بغض النظر عن العمر بس احنا نعطي الفرصه. من اللي يختار المدرب؟ اكيد بالاعضاء الهيئه الاداريه او انا. شلون تعرف هذا المدرب مثلا صحفي؟ يعني احنا عندنا سي في وعندنا يعني ناس ناخذ رايهم نستشارهم استشارات نقول لهم يابا شنو نشوف مستواه بالانديه اللي درب بيها شنو اللي قدم شلون كان وضعه زين